صب جام غضبه على وسائل الإعلام الحزبية والخاصة داعياً أنها تهول من قضايا الانفلات الأمني، لكنه نسى أن الإعلام الحكومي هو من يتناول هذه القضايا ولم يستطع إخفاءها عن المشاهد كونها واضحة للعيان. هكذا بدا وزير الداخلية في حكومة الوفاق أثناء ردوده على قضايا الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد في إطار استجواب مجلس النواب للحكومة، مدعياً في سياق ردوده أن الأمن مستتب وأقل وضعاً عن ما كان عليه في السابق، الأمر الذي أثار استنكار هذه الإجابات من قبل الأعضاء واصفين ردود الحكومة بغير المجدية. عملية هروب من واقع، وأعتقد أن الأخ وزير الداخلية أو وزير الدفاع أو الحكومة بأكملها تعلم مدى يعني الانفلات الأمني ومدى المشاكل سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية التي وصلت إليها اليمن والتي لم تصل إليها منذ فترات أو سنوات طوال، فحاول أن ينقل المشكلة إلى الإعلام من جهة إسكات من تبقى من الإعلام الذي يتكلم بما يلحظه على الواقع أو يعني يطرح مشكلات تهم المواطنين، ومن جهة للهروب من الواجب الذي عليهم وكان المفترض أنهم يتخذوه. وزير الداخلية لم يعطي أجوبة شافية لبعض تساؤلات النواب، معترفا بوجود الكثير من الاختلالات الأمنية، إذ أشار إلى أن عناصر تنظيم القاعدة لا يزال فارين من قبضة الأمن، ومبررا أن الجرائم الإرهابية تحدث في كثير من البلدان، لافتا إلى أن هناك نحو 20 حالة تقطع تحدث يوميا في البلاد. ردود الحكومة غير مبررة ولا تغني ولا تشبع من جوع، لأننا بحاجة إلى ضبط الجريمة قبل وقوعها، وبحاجة إلى تقديم المجرم ومحاكمته علنيا أمام الشعب. هذا ما نطلبه. إذا استطعنا أن نضبط الأمن ونضبط الجريمة ونضبط الفاعل لها فستستتب الأمور وسيصلح كل شيء. تبرير آخر لفشل حكومة الوفاق في قضية أخرى تعدو سيادية تتعلق بقضية الصيادين المحتجزين لدى إريتريا، إذ أكد وزير الثروة السمكية أن إريتريا اشترطت عدم تناول هذه القضية في وسائل الإعلام كي تقبل الحكومة الإريترية عقد اللقاء الوزاري بين حكومتي البلدين. لم تأتي الحكومة بجديد، وكعادتها تأتي وتقول كما قال أحدهم، قال أنا لم أتي بالوثائق ولم أستكمل ما لدي من إجراءات، وقد قالوا لنا هذا الكلام من قبل سنتين أو ثلاث سنوات منذ تشكيل هذه الحكومة، حكومة الإخفاق الوطني. أنا أقول أنها حكومة الإخفاق وليس حكومة الوفاق، التي لم تقدم شيئا في كل المسائل، في كل الجوانب الأمنية الاقتصادية، في حفظ البترول، في حفظ المصالح العامة للوطن على الإطلاق. أما عن أزمة المشتقات النفطية فقد أشار وزير النفط والمعادن أن مديونية وزارة الكهرباء لوزارته والتي تبلغ 96 مليار ريال قد شكلت أحد أسباب هذه الأزمة إلى جانب مشكلة التقطعات على ناقلات النفط. المجلس اليوم كان موفق في طرح 12 نقطة محصورة في قضايا البلد المهمة والضرورية، وبالنسبة لما رد من قبل الحكومة أعتقد أنه هناك في إرباك، ولكن هذا الإرباك لا يتم إلا بتوافق الجميع وبإخلاص الجميع. إذن لا جديد في جلسة الاستجواب غير الإطمئنان أن الأمور على ما يرام، وربما حضور وسائل الإعلام العديدة لتغطية هذه الجلسة قد أخفى الحقائق عن وضوحها، ما اضطر رئيس البرلمان إلى تحديد جلسة مغلقة خلال هذا الأسبوع لتناول كل قضية بشكل أوسع وأعم. خالد الصيدي، اليمن اليوم، صنعاء.